السؤال الاول، ما حكم وضع الابن الغير الشرعي اي ابن الزنا في المجتمع المسلم؟ لمن ينسب ومن يكون وليه؟ وهل يولي القضاء اذا تاهل لذلك؟ وهل يزوج من المسلمه؟ واين يدفن اذا مات؟ وهل يصلى عليه؟ ففي بعض المجتمعات يقتل الطفل عند الولاده، ما حكم من يفعل ذلك؟ ولد الزنا إذا كان من أم مسلمة حكم أولاد المسلمين، ربه المسلمون ويحسن إليه، وليس عليه من ذنب أمه ولا ذنب من زنى بها شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوزر عليهما لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، عليهما يربوه تربية إسلامية ويحسنوا إليه حتى يشب ويكبر، وإذا بلغ الحلم حكم سائر المسلمين، وعلى الدولة أن تقوم بهذا الأمر وأن تعلى بهذا الأمر حتى تصون هؤلاء وتحميهم من القتل ومن الأذى. وأما كونه يقتل على الولادة أو تسعى في قتله عند الولادة، هذا منكر عظيم ولا يجوز، ومن فعل هذا جمع جريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل بغير حق. نعوذ بالله. الواجب أن لا يقتل، بل يحفظ ويدع في دار الحضانة الإسلامية، أو إذا امرأة مسلمة تقوم بحاله وتحويله وتحسن إليه وتربيه ويعلم مع أولاد المسلمين في بلاد المسلمين ويوجه إلى الخير، ومتى استقام وبلغ الحلم وخلق بأخلاق الأخيار صح أن يكون داعية إلى الله، وأن يكون قاضيا، وأن يكون أميرا، وأن يكون زوجا لبقية من يكافئه من المسلمين، فليس عليه ذنب على غيره، إنما عليه الاستقامة. إذا بلغ عليه يستقيم على أمر الله ويحذر محارم الله، ومتى صلح بنفسه واستقام بنفسه فحكم سائر المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه. وإذا مات صغيرا دفن في مقابر المسلمين، ما دام من أم المسلمة دفن في مقابر المسلمين، غسل وصلي عليه كسائر أولاد المسلمين، ولا يجوز إهماله ولا إضاعته، ويسمى بالأسماء المناسبة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، الأسماء التي تناسب، محمد، زيد، ما في بأس، محمد، زيد، أي اسم من الأسماء المناسبة، يقال ابن عبد الله ينسب إلى عبد الله، إلى عبد الملك، كل الناس عبيد الله. نعم. وآخر، من الكافي هنا يزوج من الكافي؟ يزوج من المسلمين، المسلم إذا صلح ما تضره أمه ولا يضره من زنابه. طيب يا شيخ، إن كان هذا الشيء اسمه أنها الطفل هذا مات وهو مجهول، يجمع المسلمين الحمد لله، والله يتولى حسابه. وآخر يسأل فيقول يتولى القضاء وغيره. نعم. أنا مسلم.